En fait, حاتم البكوش مهندس سباحة في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببورسعيد، مختص في التصرف في الموارد الطبيعية، وبروجكت مانجر مكلف بإدارة مشروع بحث علمي تحت إشراف رئيس ومنسق مشروع بمخبر المياه المستعملة والبيئة. واليوم حاضر معكم سيفتي، عضو فاعل في الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية أجيوس. ولا يعطيك الصحة، كما قلت أنت هما يعني متكاملين ما يتعاكسوش. هي الحقيقة جاية من إيماني بأنه المشاركة في العمل الجمعياتي تخليك تبني علاقات جديدة تفيدك، سواء في القراية متاعك أو الخدمة، تكبر الريزون متاعك، النتوركينج متاعك، وتتعلم برشا حاجات، سواء في مجال اهتمامك، حاجات ما كنتش تعرفها أو تحب تتعمق فيها أو زادة. وهذا مهم برشا انك تشارك اصحابك اللي في الجمعيه الخبرات اللي عندك، وتشارك في تعزيز وتحقيق اهداف الجمعيه على المستوى سواء البيوت اليش ناسيونال ولا انترناسيونال، المستوى الدولي والا الوطني. ولا دونك احنا يعني في قرايتي مثلا قريت نظم المعلومات الجغرافيه، وممكن نحكي عليها شوي من بعد، اللي هم سيستم دو فورماسيون جيوغرافيك وتطبيقاتها في التصرف في الموارد الطبيعيه اللي هو مجال اختصاصي، وكانت اساس رساله ختم الدروس الهندسيه متاعي. دونك حبيت نزيد نعرف اكثر على مجال استعمال المعلومات الجغرافيه ونتعلم استخداماتها. انخرطت في الجمعيه الى جيوس، وشاركت في العديد من التظاهرات ودورات التدريبيه التابعه للجمعيه. في المقابل حاليا قاعد نحاول نعاون بالخلفيه العلميه اللي عندي في مشاريع الجمعيه واللي اكتسبته من خدمتي فيما يخص اداره المشاريع. صحيح، هي ممكن قبل ما ندخل في الايفينمون كان تسمح لي ممكن نعرف الجمعيه نتاعنا. هي لاجيوس، هي الجمعيه الافريقيه لتنميه الجغرافيا المكانيه، واجيوس والاسوسياسيون افريكان بور لو ديفلوبمون دو جيو سباسيال. هي جمعيه تونسيه تاسست في نوفمبر 2016، حاليا تضم حوالي 45 عضو فاعل وناشط في مجال الجغرافيا المكانيه والجغرافيا الرقميه الجيو سباسيال لا جيوماتيك في تونس، وممكن تنجي على تعريفه من بعد. تضم ناشطين أكاديميين، طلاب مهنيين من القطاعين الخاص والعام، يجمعهم هدف مشترك هو تعزيز استغلال المعلومات الجغرافية والتقنيات الجغرافية المكانية. نعرفش كان المجال يسمح ممكن نعطيه فكرة للمستمعين على شنو هو الجيوسباسيال وشنو هو الجيوماتيك. اي دونك الجيوسباسيال، كي نحكيو على الجيوسباسيال ولي دوني جيوسباسيال، لي دوني جيوسباسيال كي ديفينيسيون سون دي انفورماسيون qui décrivent les objets, des événements ou d'autres caractéristiques ayant un emplacement sur ou près de la surface de la Terre. نجم نعربوا هي بيانات جغرافية مكانية تصف أشياء ولا أحداث ولا ميزات أخرى موجودة على الأرض أو قريبة منه. دونك عادة ما تجمع هذه البيانات معلومات على الموقع متاع الشيء محل الاهتمام، ولهنا نحكيو على إحداثيات لي كوردوني جيوغرافيك اللي موجودة على الأرض، مع معلومات مصاحبة تهم خصائص الشيء محل الاهتمام، والمعلومات الزمنية des informations temporelles le temps ou durée d'existence localisation des attributs etc. والترم تاع الجيوماتيك اللي هو قريب للجيوسباسيال هي combinaison ما بين un mot grec اللي هي géo signifiant terre الأرض ماتيك venant de l'informatique. Donc dit définition simple هي géomatique c'est le traitement informatique des données géographiques، هي المعالجة الرقمية وتحليل ونشر للبيانات الجغرافية. تنجيو بعد بتدفع الاستعمالات في إطار الأهداف متاع الإيفينمون اللي باش يصير إن شاء الله آخر الجمعة الجاية. لهنا نحب ممكن نعرف مهام الجمعية واللي برانسيبال ميسيون متاع الجيوس، اللي احنا نخدموا على السنسيبيليزاسيون في مجال اختصاص الجمعية. سنسيبيليزاسيون ولا التحسيس بمدى أهمية استخدام المعلومات الجغرافية والجغرافة الرقمية في حياتنا في العديد من المجالات. قاعدين نخدموا على تعزيز الروابط ما بين لي زاكتور الفاعلين نتاع الدومين عن طريق الانشطه والتظاهرات والمشاريع اللي تقوم بهم الجمعيه. دايروا عديد مشاريع وتظاهرات نظمتهم وتنجم تلقاوهم على الصفحه نتاع لاجيوس على الفيسبوك او الموقع اجيوس.org.
كذلك عن طريق الاتفاقيات اللي قاعدين تبرم فيهم الجمعية على غرار اتفاقيات التعاون مع الفنود البروغرام دو ديفلوبمون دي ناسيون اني مع الاف ان سي تي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مع المكونات نتاع السيركل ايرونوتيك اللي هي الجمعية التونسية لمراقبة الجولان الجوي، الجمعية التونسية لطيران طياري الخط، الجمعية التونسية للطيران. كذلك من المهام تاع الجمعية قاعدين نحرصوا ان نكونوا اب تو ديت في كل ما يخص التكنولوجيات الحديثة، ولهنا ممكن نحكيو على في تكنولوجيك لا في سور لو مارشي دي جيو سبيسيال. زاد قاعدين نخدموا على تطوير المنظومة التشريعية والتشريعات ذات الصلة باختصاص الجمعية من خلال مبادرة بتنظيم التظاهرات وتقريب وجهات النظر ما بين الفاعلين الأساسيين في الميدان بتاع الجيوماتيك والجيو سبيسيال وأصحاب القرار في الدولة. دايرنا نظن العديد من التظاهرات والدورات التدريبية، وقاعدين شيئا فشيئا قاعدين نفتح على النطاق الإفريقي والعالمي من خلال المشاركة الفعلية في منتديات علمية وحتى تنظيم تظاهرات على مستوى دولي ومشاركة الخبرات اللي عنا في الأسوسياسيون. عنا أعضاء فاعلين ومختصين في كل ما هو رسم خرائط نظم معلومات جغرافية، كي نحكي على نظم معلومات جغرافية لهم لسيستم دانفورماسيون جغرافيك اللي دورها تجمع وتعالج وتخزن المعلومات والبيانات الجغرافية، وممكن تنجم تتصور والسادة المستمعين يتصور المجالات اللي نجم نستعمل هذه النظم فيها. عنا مختصين في الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي تيلي ديتكسيون لانتيليجونس ارتيفيسيال، في الفوتوغرامتري، في الدرون. عنا دي بيلوت دي درون في الجمعية ومختصين، وكنا نظمنا عام ناول أول تظاهرة بادرة بالجمعية في نسختها الأولى على الدرون تونيزيا درون دي، حكينا فيها على استعمالة الدرون والمشاكل التشريعية، وعنا إن شاء الله نسخة العام الجاي باش تكون على مستوى دولي. عنا مختصين في التوبوغرافي، في الأوربانيزم، التخطيط العمراني، اختصاصات عديدة رابطها المشترك هو استعمال وتثمين المعلومة الجغرافية في عدة ميادين. ممكن كان يسمح الوقت نذكر بعض من الأمثلة على حتى نتخوض أكثر في التعريف بالنشاط العلمي ووجود الطلبة في الجمعية بتاعكم. بعد برمجتكم لقاء أحداثكم في الأيام القليلة القادمة، لكن حابة تكونوا طرحة أولى ناخذوا فكرة أولية عليكم وعلى الأنشطة بتاعكم، تعطينا أبيض صغير ولا معناها معطينا موضوع على النشاط اللي باش يتقدم نهاية الأسبوع القادم بتاعكم. دكتور مش مشكل. اي اي ليفينمون التظاهره اللي باش تتنظم الجمعه الجايه اخر جمعه الجايه 12 نوفمبر ان شاء الله في مدينه العلوم بتونس، هو جيوستي، مش تكون نسختها الثالثه، باش تكون نسخه خاصه. النسخه اللي فاتت كانت موجهه تقريبا اكثر للبلديات للكومون، النسخه هذه الفا انتريسي تو لي اكتور كو سوا بوبليك ولا بريفي والطلبه زاد لي ستوديون. باش يكون عندنا تخوا بانيل. البانيل الاول باش نحكيو على السيغ لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك او سيرفيس دي فيل انتيليجونت اي دورابل، باش نحكيو على البيم اللي هو البيلدينغ انفورميشن موديلينغ ولا الموديليزاسيون دي انفورماسيون دو لا كونستركسيون، باش نحكيو على 3 دي، على لوبتيميزاسيون دي سيركوي دو كوليكت دي ديشي، باش نحكيو على السيغ النظم نتاع المعلومات الجغرافيه ان طون كو كور دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال في البلاد. في فما بانيل ثاني باش نحكيو فيه على السكسس ستوري نتاع السيغ ستان سيستيم دو ستوري تيلينغ، على قصص نجاح نتاع لي جيوماتيسيان نتاع توينس comment ils ont réussi à intégrer des organisations internationales ou مفاتيح النجاح نتاعهم. وفما بانيل ثالث باش يكون ان غون ديبا sur les compétences du métier géomatique et géospatial et l'insertion professionnelle. Donc مرحبا بالناس الكل le 12 novembre ان شاء الله 12 novembre في مدينه العلوم que soit étudiant ou le secteur public ou le privé باش يحضروا في cette édition من 9 الماضي ساعه. فما ان لين description ينجموا يلقاوها على الصفحه نتاع الجمعيه في الفيسبوك اجيوس. ومرحبا بالناس الكل. يعني في الحد نتاكد ان شاء الله في الخدمه الايام تكون على لقاء واحد اخر حتى نتواصل على التفاصيل العلميه في بالي في الاخر المختص اللي نقدمه. شكرا على هذه اللقاء وعلى هذه المصافحه. نتمنى لكم لي جون تونيزيان اللي يخدموا في المجال العلمي كما ديما يلقاو بلاصتهم في مجال العمل نتاعهم في مجال التطوع بذلك العمل الجمعيات اللي مهم جدا كونه المعلومات وتبادل الخبرات والتجارب حتى تعم الفائدة واللي يعرف حاله هو اللي ما يعرفش. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا.